الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المؤلف رحمة الله عليه في كتاب بلوغ المرام لأدلة الأحكام الحديث السابع، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل، وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس، وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نبدأ أول ما نبدأ أيها الكرام الفضلاء نتكلم عن درجة الحديث. طيب، هنا الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن الإمام البيهقي رحمه الله ماذا قال؟ قال إن هذا الحديث في معنى المرسل. احفظوا هذا الكلام. طيب إيش معنى المرسل؟ المرسل أن الراوي يروي الحديث فيسقط الصحابة، يعني التابعي يرفعه يرسله إلى مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون الحلقة المفقودة هنا إيش هي؟ الصحابة. هنا الصحابة. البيهقي قال هالكلام، قال هذا الحديث في معنى المرسل، ما قال إنه مرسل، قال في معنى المرسل. لماذا؟ ليش؟ اقرأ كده الحديث، ليش قال الكلام؟ ذكر الصحابة. لأنه قال وعن رجل صحب النبي، فاعتبر هنا رحمه الله إن هذا إبهام، فقال لك هذا يبقى في حكم إيش؟ المرسل وليس في حكم المتصل المرفوع. والقاعدة تقول أن الصحابة كلهم عدول، فإبهام أحدهم لا يضر بالسند، فإذا قيل عن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث موصول صحيح. عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. عن بعض أصحاب رسول الله صحيح. عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يعتبر إيش؟ يعتبر صحيح. طيب، ونأتي بعد ذلك إلى مفردات الحديث. نهى، النهي هنا معناه طلب الكف عن الشيء، وإني أنهاكم يعني إيش؟ أكفكم وأمنعكم. وطلب الكف يكون على وجه الاستعلاء. إيش معنى هالكلام؟ إيش يعني على وجه الاستعلاء؟ يعني الآن أيها الكرام الفضلاء، لما يأتي الأمر من الأعلى إلى لما يأتي الطلب من الأعلى للأدنى يسمى إيش؟ أمر على وجه الاستعلاء. لما يقول لك والدك اذهب وأتني بكذا، هذا اسمه طلب، لكن طلب على وجه الاستعلاء، يعني من الإنسان إيش؟ عالي القدر إلى الإنسان الأقل قدرا، من الوالد إلى ابنه، هذا يسمى أمر. وطيب، لما يأتي الطلب من الأدنى إلى الأعلى ماذا يسمى؟ طلبا، دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة. أنت الآن تطلب ربنا، بتؤمر ربنا أنت الآن، حاشا، لكن إيش يسمى؟ إيش يسمى؟ دعاء. ولما يأتي الأمر والطلب بين الأقران يسمى ماذا؟ التماس. أنت وخوية زميلك في العمل كده، قلت له يا أخي عطني هذه القارورة، هذا إيش اسمه؟ التماس. عرفنا الآن. وكذلك لما يأتي الكف من الأعلى للأدنى يسمى ماذا؟ يسمى نهي. ولما يأتي طلب الكف من الأدنى للأعلى يسمى رجاء. لا تفعل كذا، المعلم التلميذ يقول المعلم، إذا معناه إيش؟ إيش ينهى؟ إنما يرجو، إنما إيش؟ إنما يرجو. طيب، ومن الصيغ التي تأتي في النهي هي استعمال إيش؟ حرف الجر أو حرف إيش؟ أو حرف لا، التي تسمى الناهية.
هذه هي الأداة التي تفيد الكف عن الشيء، هذه تفيد الكف عن الشيء. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة. من هي المرأة؟ الزوجة. لا، الأنثى عموما. هذه اللفظة تفيد الاستغراق. الأنثى عموما بعد البلوغ تسمى إيش؟ تسمى مرأة، سواء كانت زوجتك دخلت أو بنتك أخنت ولا لا. طيب، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. ما هو فضل الشيء؟ هو الباقي، يعني الماء المتبقي الذي فاضل وبقي بعد اغتسال الرجل، بعد اغتسال الرجل. طيب، آوي الرجل بفضل المرأة. طيب، الرجل هنا وش معناه؟ الغلام إذا طر شاربه وشب يسمى إيش؟ يسمى رجلا. وله نوعان من الجمع، يجمع على ماذا؟ على رجال ورجالات. فقدم رجالات من قريش، فقدم رجال من قريش. طب المرأة وإيش جمع المرأة؟ لفظة لا تجمع، مثالها النساء، أيضا لفظة لا مفرد لها، تطلق على المفرد وتطلق على إيش؟ وتطلق على الجمع وتطلق. قال وليغترف جميعا. ما معنى يغترف؟ اللام هنا لام إيش؟ وليغترف جميعا. لام إيش يا مشايخ؟ لام الأمر. لام الأمر، هذه لام اسمها لام إيش؟ لام الأمر. وما هو الاغتراف؟ إيش هو الاغتراف؟ لا، الاغتراف أخذ الماء بكلتا اليدين، هذا الاغتراف، هذا يسمى الكف، أخذ كفا من الماء، هذا يسمى اغترف. إيش؟ اغترف الماء، يعني أخذ الماء بكلتا إيش؟ بكلتا اليدين، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاغتراف. طيب، هذا بالنسبة للمفردات، مفردات هذا الحديث. ما يؤخذ من الحديث؟ يؤخذ من الحديث أنه ينهى الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة. يعني لو مراتك دخلت كده جزاء الله خير واغتسلت وأبقت في الدلو أو في الإناء ماء، أنت لا يجوز لك أنك أنت إيش؟ تغتسل بفضلها. والعكس بالعكس، وكذلك الرجل، المرأة لا تغتسل بفضل طهور إيش؟ الرجل. طيب، ما هو المشروع إذن؟ المشروع أن يغتسل ويغترف إيش؟ ويغترف جميعا. كانت عائشة تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام وتقول دع لي ويغترف إيش؟ جميعا. وأيضا عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ جميعا، من إناء إيش؟ من إناء واحد. طيب، هذا الإطلاق ماذا يفيد الآن؟ اللي هو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، إيش يفيد هذا الإطلاق؟ وما هو قيده؟ ما لي شيء. هنا لما النبي قال نهى رسول الله أن يغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، من المقصود بالمرأة والرجل؟ الأجانب؟ الغير الأجانب. هذا مقيد بماذا؟ هذا الإطلاق مقيد بأنه ليس المراد به الرجال إيش؟ الأجانب، إنما الزوجات أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء كابن وعم وخال، المهم المحارم، يعني هذه تخص إيش؟ تخص المحارم ولا تخص الرجال إيش؟ الأجانب. طيب، هذا الحديث إنما هو يبين حكم ماذا؟ حكم الغسل، يبين حكم الغسل. قال أن تغتسل، يبين حكم ماذا؟ يبين حكم الغسل. وحديث ابن عمر يبين حكم ماذا؟ يبين حكم الوضوء.
يبين حكم الوضوء. طيب، عندنا حديث الحكم ابن عمرو الغفاري نهى النبي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا عند أحمد المسند وعند أهل السنن مثل هذا. إذن حديث وضح لنا الغسل، وحديث وضح لنا إيش؟ الوضوء. نعم. وعن ابن عباس، لكن عند الحنابلة، عند الحنابلة أيها الكرام الفضلاء، أنه طهور إلا بحق الرجل، يعني ممكن تتوضأ المرأة طهور المرأة إلى غير ذلك، لكن الرجل لا يتوضأ بفضل طهور ماذا؟ بفضل طهور المرأة. نعم. وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. نعم. وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم. نأتي للكلام على درجة هذا الحديث. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، أعني كان النبي يغتسل بفضل من؟ بفضل ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث الهلالية. طيب، أما بالنسبة للحديث الثاني، اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقال إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. قال ابن عبد الهادي في المحرر: هذا الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والإمام الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: لعله قوم بسماك ابن حرب، لأنه كان يتلقن، يعني مرت بأيام ينسى كان حديثه فيلقنونها، ينسى الحديث فيلقنونها. قالوا: لكن هذا الكلام كلام غير صحيح، لأن رواه عنه شعبة، وشعبة كان شديدا في تحمل الأحاديث من مشائخه، فكان لا يأخذ من مدلس ولا يأخذ ممن يتلقن، وكان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. ما عنده لعب أبدا شعبة. شعبة الحجاج أبو بسطام السدوسي أمير المؤمنين في الحديث، كان متينا، كان سمينا، فقالوا: مطوع وسمين؟ قال: من فرح بالإسلام. إذا الإسلام أنا فرحت بالإسلام أدخل، يعني قال: من فرح بالإسلام. نأتي لمفردة الحديث جزاكم الله خير. لا، حنوضح الآن إن شاء الله. الجفنة بفتح الجيم المعجمة وسكون الفاء وفتح الموحدة. الجفنة أيها الكرام الفضلاء هي القصعة الكبيرة، تسمى إيش؟ تسمى جفنة. ولنا الجفنات اللامعات، الجفنات جمع جفنة، وهي القصعة إيش؟ القصعة الكبيرة، وتجمع على جفان ذكرت في القرآن. جفان كالجواب. وجفان كالجواب، إيش معنى جفان كالجواب؟ جواب اللي هو الظرف، يعني انفروم هذا. يقول الجواب جمع، يقول لك يعني الجفنة كانت أيام سليمان كالجابية. عارفين الجابية؟ السادية الكبيرة. أيوة. وجفان كالجواب، الجفنة واحدة، القصعة واحدة مثل السادية من كبرها ومليئة بالإيش؟ بالنعمة. وقدور راسيات، القدر عظيم كبير جدا جدا. نعم. طيب طيب و... طيب و... طيب إيش الفرق بين الجفنة والقصعة؟ لا، حتى القصعة إناء كبير، لكن القصعة من الخشب والجفنة من إيش؟ النحاس ولا أو المعدن، من غير الخشب، يدخل فيه الطين وتسمى البرمة، ويدخل فيه المعدن من نحاس، من حديد، من ألمنيوم. أما القصعة تكون من ماذا؟
تكون غالبا تتخذ من ايش؟ خشب. من الخشب. انفجر فقط الجنب. الجنب بضمتين متتابعتين للموحدة للمعجمة والموحدة الفوقانية جنب. وما هو الجنب؟ وهو من أصابته الجنابة، يطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على المفرد والمثنى والجمع. تقول فلانة جنب، فلان جنب، زيد وعمر جنب، عمرة وصفية جنب، زيد وعمر وعلي جنب، صفية وعمر وسارة جنب. وضحت هذه؟ إذن هذه اللفظة يدخل فيها المفرد والمثنى والجمع للذكر والأنثى. ولماذا سمي جنب؟ ليش من فين جاء؟ لأنه يجتنب مواضع الصلاة حتى يتطهر. عرفت من فين جاء هذه؟ يجتنب المكان، لأنه يجتنب موضع الصلاة حتى إيش؟ حتى يتطهر. أو قيل لأن ماءه جانب وباعد محله ومستقره. إن ماء طلع من فين؟ من جسده إلى إيش؟ إلى زوجته. أو قيل لأنه يجتنب الناس حتى يغتسل، لمجانبته الناس حتى إيش؟ كل هذه معاني. لعل والأقرب والعلم عند الله لأنه يجتنب الصلاة. إنه يجتنب، وإن الجنب عادي ممكن الجنب يبعد مع مين؟ ما عندنا دليل إن الجنب يبعد عن إيش؟ يبتعد عن إيش؟ يبتعد عن يبتعد عن الناس. أنا أيوة نعم، يعني لما النبي قال عليها والصلاة قال فخنست، النبي نهى عن هذا. نعم العائد الجنوبي يجلس وسط الناس، بل يجوز للجنوبي أن ينام حتى فين؟ أن ينام حتى في المسجد، كما من حديث ابن عمر وما كان عنده بيت. ولا شك أن مظنة الناس تنام في المسجد ممكن أي حدث أنه يجنب إلى غيره. نعم طيب. قال إني كنت قال فجاء ليغتسل منها. اللام هنا إيش ليغتسل؟ لا لام كي، لكي يغتسل منها، لكي يغتسل منها. هنا لام إيش؟ لام التعليل، لام كي، لكي يغتسل منها. قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، أي أن الماء لا تصيبه إيش؟ الجنابة. وهذا يدل على جمال شريعة الإسلام. وإلا عند اليهود المرأة إذا أجنبت لا تؤكل ولا تشارب ولا تجالس، وإن مست شيئا قطعوه أبدا خلاص. نسأل الله السلامة والعافية. فأتى الإسلام بنقض هذه العقائد الباطلة. طيب الآن نأتي إلى فوائد هذا الحديث. نستفيد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل بفضل طهور إيش؟ المرأة ولو كانت جنبا، والعكس بالعكس. يقول ابن عبد البر في الاستذكار والأصل في الماء الطهارة، لأن الله عز وجل قد خلقه طهورا فهو كذلك طاهر في نفسه مطهر في غيره. الأمر الثاني أن المؤمن لا ينجس. طيب إنما المشركون نجس، هل الكافر لو لمسته كده تروح تغتسل وكذا؟ قالوا هذه النجاسة المعنوية. نجاسة ليش؟ النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية. طيب وأيضا من فوائد هذا الحديث أن اغتسال الجنب أو وضوءه من الإناء لا يؤثر في طهورية إيش؟ الماء. هذا الماء يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته. طيب هنا في مسألة قال فيها الإمام النووي رحمه الله والوزير ابن هبيرة الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة وإن خلت به، يعني نسخ الحديث إيش؟ الذي مر معنا، وإن خلت به. وهذا إحدى الروايتين عن إيش؟ عن أحمد، وهي المشهورة، وهي المشهورة. فإنهم يرون أن المرأة إذا خلت بالماء القليل لطهارة كاملة عن حدث فإنه لا يطهر الرجل. إذن جعلوا الضابط الماء إيش؟ الماء الكثير. إذن المذهب الرواية المشهورة في المذهب إيش هي؟
أن المرأة إذا خلت بالماء القليل سلبته الطهورية، لا يجوز لرجل أن يطهر به. والأقرب أيها الكرام الفضلاء أنه يجوز أن يطهر، أن يجوز أن يتطهر به، لأنه قال صاحب الإنصاف وعن الإمام أحمد يرفع حدث الرجل في أصح الوجهين، وهذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والأحناف رحمة الله على الجميع. أما وضوء المرأة بفضل الرجل فهو جائز بلا نزاع، فهو جائز بلا إيش؟ جائز بلا، جائز بلا، جائز بلا نزاع. نعم. إيش ترى في كان عندك سؤال بالنسبة للحديثين؟ بان لك واضح. طيب. في سؤال. تفضل. والتور ما هو التور؟ ها؟ التور للحديث. فجئ بتور. التور شيء بالنسبة للجفن. أيوة صغير. وفي رواية بإناء رحراح. فجئ بتور. وجاء بإناء الرحراح لعلي في الرحبة لما توضأ، وقال من توضأ مثل وضوء هذا. الجفنة والقصعة أكبر من التور والإناء الرحراح. الإناء الرحراح اللي هو التبسي، مثل هذا إناء رحراح زي التبسي، يعني يكون مرحرح. عرفتم؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.